لا هو هاني هاني يعني هاني هاني دلوقتي مطلوب منه كتير وممكن يكون الناس مستنيه منه حاجات اكتر من اللي كانت موجوده قبل كده بحكم ان هو دلوقتي هو فتحي مش هيبقى موجود فهو هيبقى رقم واحد فمحتاجه منه تشوف اللي نهى بيه فتحي فدي دي نقطه مهمه جدا وهاني عليه عبء كبير جدا هاني لعيب كويس ولعيب محترم وامكانياته كويسه ومحتاج ان هو الفتره الجايه يبقى فيه اداء مختلف عن الفتره اللي فاتت في الحميه شويه فكان هو فنيا انا شايف ان هاني فنان لعيب عالي جدا وكورته كويسه جدا ولكن هو خلاص هاني قبل كده ما كانش رقم واحد دلوقتي رقم واحد ليه مواصفات برضه مختلفه هيفضل طول الوقت شايل ماتشات وشايل هيلعب ماتشات ورا بعض متتاليه فمحتاج ان هو والناس مستنيه تشوف ده الناس مستنيه تشوف هاني اللي هيلعب ماتشات مش هاني الصغير الناشئ اللي هو احنا كل شويه نقول هاني لسه لا خلاص بقى انت دلوقتي جيت مرحله كويسه انت لعيب منتخب مصر لعيب دولي وهو امكانياته كويسه هاني امكانياته انا شايف من احسن الباكات رايت اللي موجوده في مصر ولكن الناس مستنيه حته زياده بس هو ممكن يكون بيتاثر شويه بنقد كل الناس بتاثر هي يعني بنسب ولكن كل الناس بتاثر وده طبيعي خلي بالك يعني ممكن الناس مستنيه احسن حاجه فشويه ممكن تنتقدك يعني ممكن بتكون انت بتادي كويس جدا بس في حته ناقصه فالناس بتنتقدك او الناس بتحاول يعني تدفعك شويه لانك تاخد منك احسن حاجه وده خد بالك ممكن بيأثر على لعيب بشكل عكسي وبيأثر بشكل ايجابي الشكل الايجابي اللي هو ظهر النهارده يعني هاني النهارده بيسجل واعتقد الهدف ده هيبقى هيديه دفعه اللي جاي انه كمان يبقى انا موجود انا بسجل زي ما قبل كده كان فتحي كان بيسجل ماتشات وكان بيكسب الاهلي في ماتشات ده برده مطلوب من هاني فانا شايف ان هو لعيب هاني لعيب كبير ولعيب مؤثر جدا في الفرقه ومع الوقت هيأداءه يختلف انا وجهه نظر ان هو لما ياخد ماتشات كتير ورا بعض كاساسي غير قبل كده هيتقل في الكوره هيتقل جدا طبعا. وهو كمان كورته كويسه يعني هاني حتى كمان فنيا هاني عالي فنيا محتاج ثقه شويه بالنفس ولكن هتيجي ان شاء الله مع المباريات هنروح دلوقتي لمراسلنا كريم احمد ملعب مباراه والكابتن سامي